شركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات تستثمر مليار دولار في المغرب، حيث تسعى الشركة البرازيلية لإنشاء منظومة للتوريد تشمل الطيران التجاري والدفاع وخدمات الصيانة والإصلاح، لتنضم شركة إمبراير إلى منظومة تقودها بوينغ وإيرباص داخل المملكة بصادرات بلغت العام الماضي أكثر من 2 مليار دولار. وأنباء عن سعي المغرب لصناعة أول طائرة ركاب بجهود محلية لتصبح المملكة من بين 5 الكبار في صناعة الطائرات في العالم. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. وقعت الشركة البرازيلية مع حكومة المغرب اتفاق تعاون على هامش معرض الطيران الدولي المنعقد في مدينة مراكش، وسيشمل أيضا مجال البحث والتكنولوجيا لاسيما في مجال تخليص الصناعة من الكربون والتنقل النظيف والطيران المستدام ووقود الطيران المستدام. ويأتي هذا الاهتمام بمجال الطيران بعد بلورة استراتيجية مغربية جديدة لصناعة أول طائرة نقل ركاب محليا لمنافسة شركات عالمية مثل بوينغ وإيرباص، وجعل الخطوط الجوية الملكية المغربية من بين أفضل ناقلات الجو في العالم، وتشجيع تصنيع الطائرات بدون طيار. وللأمانة بدأ المغرب يجني ثمار هذا التوجه، خاصة بعد ظهور عدة مسيرات مغربية الصنع في معرض مراكش الأخير. وبناء عليه، ما هي الإضافة التي ستنزاد إلى المشهد الصناعي المغربي بعد الاستثمارات البرازيلية الأخيرة؟ وما هو مخطط المغرب لتوطين صناعة الطائرات محلياً؟ وكيف تمكنت الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة من قلب خسائرها التي استمرت لسنوات لتحقق هذه السنة أرباحاً مهمة في إطار سعيها للتحول لناقلة عالمية للبضائع والمسافرين؟ وهل بالفعل يخطط المغرب لصناعة طائرة ركاب محلياً ليدخل في منافسة شركات عالمية عملاقة مثل بوينغ وإيرباص؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولاً بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث أعلنت قبل أسبوع شركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات عزمها استثمار نحو مليار دولار في المغرب حتى عام 2035 لإنشاء منظومة توريد متكاملة تشمل الطيران التجاري والدفاع وخدمات الصيانة والإصلاح والتكوين. وتضم منظومة صناعة الطيران في المملكة 145 شركة صدرت العام الماضي ما قيمته 2.1 مليار دولار، وتقود شركات عالمية هذه المنظومة بما في ذلك إيرباص وبوينغ وسفران وهكسير. في هذا السياق يرتقب أن يصل الأثر الاقتصادي المحتمل لكافة المشاريع عند اكتمالها إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي بحلول 2030، ليرتفع هذا الرقم إلى مليار دولار بحلول 2035 بحسب بيان صحفي مشترك للشركة ووزارة الصناعة والتجارة المغربية. كما قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في تصريح صحفي إن الاتفاق الموقع مع الشركة البرازيلية تاريخي، ويؤكد قوة المنظومة الصناعية المغربية التي باتت تتبوأ مكانة كفاعل رئيسي في صناعة الطيران العالمي، ويتوقع أن تتضاعف صادرات صناعة الطيران في المغرب إلى 4 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري، مدفوعة بنمو طلبات المصنعين العالميين وبشكل أساسي بوينغ وإيرباص بحسب حميد الأندلسي رئيس التجمع الصناعي ميد بارك، وهو أول وأكبر منطقة صناعية لقطاع الطيران في المملكة.
كما بلغت صادرات القطاع في النصف الأول من هذا العام 1.3 مليار دولار بزيادة تفوق 16% على أساس سنوي لتحقق أفضل أداء بين القطاعات الرئيسية التصديرية في البلاد، والتي تضم إلى جانب صناعة الطيران كلا من السيارات والفوسفات والصناعات الغذائية. وبحسب معطيات مكتب الصرف الذي يرصد حركة التجارة الخارجية، وهذا ما يجعل المملكة أول منصة لهذه الصناعة في قارة أفريقيا. في هذا السياق كشف المغرب مؤخرا عن ركوب تحدي تاريخي غير مسبوق في القارة الأفريقية عبر صناعة طائرة بالكامل داخل المغرب، ومن تحت قبة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي أطلق وزير الصناعة والتجارة رياض مزور التحدي المغربي الجديد، رافعا سقف التحدي بأن طائرة كاملة ستقلع من المغرب وللمرة الأولى من نوعها ليس في المغرب فقط بل في أفريقيا وكل الوطن العربي. فبحسب الوزير المغربي فإن الرباط أصبحت تنتمي إلى نادي 20 الكبار لمصنعي الطائرات وبكل مكوناتها. ولكن وزير الصناعة والتجارة وضع وفق مراقبين النقاط على الحروف للحلم المغربي وقال بالحرف الواحد: لكي لا نغالط المغاربة، هذه الطائرة لن تكون مغربية 100%، لأنه لا يوجد أي بلد في العالم يصنع طائرة منتمية إليه بنسبة 100%. موضحا في نفس السياق أن الطموح صناعة الطائرة ستقلع لأول مرة من المغرب بعدما يتم تجميع أجزائها في المغرب، فإيرباص وبوينغ التي تستحوذ على أكثر من 90% من سوق صناعة الطائرات المدنية في العالم لا تنتج كل قطاعها في دولة واحدة، بل إن الصين مؤخراً حينما أطلقت مشروعها القومي المتعلق بإنتاج طائراتها المحلية كانت أكثر من 80% من قطاعها مستوردة من الخارج. وبما أن المغرب قادر الآن على إنتاج أكثر من 40% من مكونات الطائرات محلياً، فإنه بنهاية هذا العقد سيصل إلى نسبة إنتاج محلي تتجاوز نصف قطاع الطائرات، وهذا يعني أن أكثر من نصف القطاع المكونة للطائرة المغربية المستقبلية ستكون مصنوعة في المغرب، وهذا إنجاز آخر ينضاف إلى سجل صناعة الطائرات في المملكة. ولعلمكم تضم طائرة إيرباص الجديدة من طراز A220 أكثر من 140 مكوناً تم تصنيعها في المغرب، وفق ما كشف هادي عكوم نائب رئيس المبيعات لإفريقيا وبلاد الشام. وكان المغرب أعلن في يونيو الماضي لأول مرة استحداث منطقتين صناعيتين لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وأليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وخصصت الحكومة 12.6 مليار دولار في ميزانية العام الجاري لشراء وأصلاح معدات الجيش ودعم تطوير صناعة الدفاع. كما أن قطاع صناعة الطيران في المملكة سيسجل نمواً في المتوسط بنسبة 15% ابتداء من العام الجاري، بما سيساهم في مضاعفة عدد فرص العمل إلى 40,000 وظيفة ومضاعفة قيمة الصادرات إلى 4 مليار دولار بحلول 2030. وشهد قطاع صناعة الطائرات في العالم نمواً ضخماً حتى في ظل أزمة الكوفيد السابقة، وهذا يدل أن هذا القطاع واعد والتموقع فيه أصبح أمراً ضرورياً. وأوضح رئيس ميدي بارك أن دفتر طلبيات المصنعين مليء بالكامل للسنوات العشر المقبلة، وهنالك حاجة لتصنيع 46,000 طائرة على مدى العقدين المقبلين، وهذا يعني إيرادات بنحو 8 تريليون دولار ما بين التصنيع وخدمات الصيانة. وأمام هذا الطلب العالمي غير المسبوق يستفيد المغرب من تطور منظومته لصناعة الطيران التي بدأت قبل 25 سنة وباتت اليوم شركاتها تنتج أجزاء مهمة من الطائرات إضافة إلى المحركات وخدمات الصيانة والتحديث، وتصنف المملكة في المرتبة 20 عالمياً بصناعة الطيران، حيث إن شركاتها قادرة على تصنيع أي قطعة من الطائرة وليس فقط الأجزاء البسيطة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
وتبلغ نسبة المكون المحلي في هذا القطاع حالياً 40% استناداً إلى معطيات رسمية. علاوة على ذلك، أدى تدفق الطلبيات على إيرباص إلى رفع إيرادات تابعاتها المغربية ب 54% خلال 3 سنوات، ويتوقع ارتفاع إيرادات شركة إيرباص التابعة للمغرب بنحو 54% إلى أكثر من نصف مليار درهم، مع تزايد الطلب على طائرات A320، كما أن اهتمام المغرب بتكوين يد عاملة مؤهلة في هذا المجال كانت نقطة قوة ساهمت في جذب استثمارات مهمة من فرنسا وأمريكا وكندا، لكنه أشار إلى الحاجة لجذب استثمارات من أسواق إضافية وتنويع أسواق التصدير والعمل على توفير صناعة دفاع محلية لخلق قيمة مضافة. وتعتمد الشركات العاملة في التجميع الصناعي ميدي بارك على اليد العاملة المؤهلة محلياً في معهد مهن الطيران، وهو مؤسسة رأت النور بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ونجحت طيلة 12 سنة في تكوين أكثر من 15,000 مغربي متخصصين في مهن التصنيع والصيانة والتحديث. ويعود تواجد إيرباص في المغرب إلى عام 1951، وتشغل حالياً أزيد من 1000 موظف في الشركتين التابعة لإيرباص، وهما إيرباص أتلانتيك المغرب كومبوزيتيس وإيرباص أتلانتيك المغرب، اللتين تمتلكان مصنعان بمحاذاة أكبر مطارات البلاد. وحققت الشركة الأولى العام الماضي إيرادات بلغت 370 مليون درهم، ومن المرتقب أن تزيد بنسبة 16% هذا العام، كما تعول مصنعة الطائرات الفرنسية على فرعها في المغرب لزيادة وتيرة التسليم من 61 طائرة A320 شهرياً في العام الحالي إلى 75 في 2026، مع وجود دفتر طالبات بنحو أكثر من 7,000 طائرة، ما يجعل احترام مواعيد التسليم تحدياً كبيراً. ولعلمكم، تمتد الوحدات الصناعية لإيرباص في المغرب على مساحة تقدر ب 30,000 متر مربع، ويعتبر فرع إيرباص أتلانتيك المغرب كومبوزيتيس المورد الوحيد لها على مستوى العالم لتصنيع مقصورة الربان من طراز A320 ومقصورات الأمتعة لطراز ATR، كما تصنع أيضا مكونات مقاعد درجة الأعمال والأولى والجزء الذي يساعد الطائرة على الهبوط. وقال حسني الفايق خلال جولة صحفية نظمت بمدينة الدار البيضاء أكتوبر الماضي أن هنالك خططا لزيادة عدد الموظفين في المغرب بواقع 200 شخص للعام المقبل. مع تزايد الطلبيات وسعي إيرباص لاحترام مواعيد تسليم الطائرات للعملاء، ونوه باتريك مدير التعاون الدولي في شركة إيرباص بأن المغرب هو البلد الصناعي الذي راهن عليه منذ 70 سنة وبشكل أكبر في العقود 3 الماضية، ونعول عليه في المستقبل من أجل تطوير أعمالنا ودعم نمو منظومة صناعة الطيران في المملكة. بالإضافة للتصنيع، تقدم إيرباص في المغرب خدمات صيانة تجهيزات إلكترونيات الطيران لعدد من العملاء على رأسهم الجيش المغربي، بينما تفضل الناقلة الوطنية الخطوط الملكية المغربية طائرات المنافسة الأمريكية بوينغ، وأنا أعني إيرباص. ولعلمكم، تصنع شركة إيرباص في المغرب أجزاء مهمة من جميع طائراتها مثل الصفائح المعدنية وأجزاء من المقصورة الداخلية والغلاف المعدني للمحرك والأسلاك الكهربائية، كما توفر عمليات تشغيل المعدات وخطوط خاصة لتجميع أجزاء الطائرات، وذلك من خلال 3 مواقع صناعية في المملكة المغربية. ولكن مؤخراً قامت إيرباص بتخفيض عدد الطائرات المستهدف تسليمها في هذه الفترة وسط أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار وقود الطائرات. ولعلمكم أيضاً، فالطائرة الحديثة التي عرضتها إيرباص في المغرب مؤخراً اشترتها شركة طيران البلطيق المملوكة لحكومة لاتفيا، وتتمتع بمدى طيران يصل إلى 6390 كيلومتر، وقد تلقت الشركة أكثر من 700 طلبية من أكثر من 25 عميل عبر العالم، فيما لا تزال هنالك طلبات متراكمة ب 566 طلبا بنهاية شهر أكتوبر. وحسب توقعات إيرباص، ستحتاج شركة الطيران الإفريقية ل 1200 طائرة جديدة بحلول 2040. وللاستجابة لنمو حركة الركاب من وإلى إفريقيا بنسبة 4.1%،
إضافة إلى احتياجات الصيانة التي ستتضاعف، وسيكون للمغرب دور مهم في الاستجابة لهذه الطلبيات بالنظر للخبرة التي تراكمت للمغاربة في هذا المجال. كما من المتوقع أن تتسلم الخطوط المغربية 12 طائرة بوينغ قبل مارس 2025، بما يدعم نمو أسطولها وتوسيع شبكة رحلاتها، وينتظر أن تحصل الناقلة المغربية المملوكة للدولة على طائرتين عريضتي البدن من طراز بوينغ 787 في إطار صفقة شراء 10 طائرات من طراز بوينغ ماكس في إطار عقود إيجار طويلة الأمد. ولعلمكم، حققت الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة أرباحاً صافية بنحو 1.3 مليار درهم، أي 139 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى للأرباح خلال العقود الماضية بعد سنوات من توالي الخسائر، حيث ارتفعت إيرادات الناقلة الوطنية في العام الماضي بنسبة 57% إلى 19.5 مليار درهم بفضل تحسين الطلب العالمي على السفر، بحسب تقارير حول أداء الشركات الحكومية، مرفقاً بمشروع موازنة 2025 قيد المناقشة في البرلمان. بالإضافة إلى ارتفاع عدد زائري المغرب خلال العام الماضي بنسبة 34% ليصل إلى 14.5 مليون سائح، ويتوقع أن يسجل هذا العام رقماً قياسياً جديداً بنحو 16.5 مليون سائح بحسب توقعات وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وهو ما يستدعي توسيع أسطول الطائرات المغربية في السنوات القادمة رغم الخسائر التي تكبدتها الشركة في السنوات الأخيرة. فمنذ 2020 بلغ دعم الدولة الإجمالي للشركات نحو 6 مليار درهم، وكان 2018 آخر عام حققت فيه الشركة أرباحاً ب 156 مليون درهم، ليبدأ مسلسل الخسائر منذ إغلاق الأجواء بسبب جائحة كورونا. ولهذا تعتزم الشركة توسيع أسطولها من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة بحلول 2037، وافتتاح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة و46 وجهة محلية، بهدف زيادة إيراداتها إلى 94 مليار درهم ونقل أكثر من 30 مليون مسافر. ويتوقع أن تنفق 25 مليار دولار في هذه الخطة بحسب عبد الحميد عدو الرئيس التنفيذي للشركة. مع العلم، خطط توسيع شبكة رحلات الشركة المغربية تسعى إلى تحقيق هدف المغرب باستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 في مرحلة أولى، وأكثر من 26 مليون سائح بحلول نهاية العقد، مع استضافة البلاد لكأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. وبهذا يكون المغرب استغل فرصة تنظيمه لكأس العالم أفضل استغلال، وجعل الناقلة الجوية المغربية ناقلة عالمية، وجعل المغرب بلد أساسي في تصنيع الطائرات وبناء أول طائرة مغربية محلية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لتأتيكم حلقاتنا كل يوم أحد وخميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.